الحاج عامر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الناصر بيه. يعني الكابتن ابراهيم حسن كان بيطلب يا كابتن عامر معانا دلوقتي وهو على الهواء، سامع حضرتك، ان تؤجل مباراة المقاولون. عنده النهارده طالع بست اصابات لا قدر الله، ربنا يستر، وعنده مشكلة في الاستشفاء والوقت، وكمان عنده مشكلة في الملعب. برج العرب بلغه ان الملعب في الصيانة، والامن لم يوافق حتى الان على استاد بورسعيد. تحياتي للكابتن ابراهيم، وبحيي ضيوفك كابتن حماده والكابتن حسام. الله يخليك يا حاج عامر. كابتن عماد، ربنا يكرمك. الله يخليك يا حاج، منورين. ربنا يخليك. متحمس قوي كابتن حسام. لا لا انت انسان وطني جميل. القرار بتاع الكابتن حسام، ما تلعبش يا كابتن حسام. انت حماس اكتر مني. انت بتحرض الناس ما تلعبش يا كابتن حسام. اه بيوجه جامد حسام. عارف طبعا قلبك على بورسعيد. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا حاج عامر، حبيبي يا حاج عامر. وبنحاول نساعد كله كابتن طبعا. عارف الكلام دوت. لا لا تمام. وكابتن حماد عارف طبعا طبيعته وعارف طريقته في الشغل. كلنا عايزين نساعد الانديه اللي بتمثل مصر في كل البطولات، ويمكن في الجزائر الكابتن ابراهيم طبعا موجود معاكم على الخط. كانوا بيلوموا الاتحاد الجزائري علشان اتحاد العاصمه لعب ماتش قبل الماتش المصري، والمصري احنا كنا مريحينه. صحيح حصل. وكان في هجوم على ان الاتحاد المصري ريح فريق المصري، والاتحاد الجزائري ما رضاش يريح فريق اتحاد العاصمه ولعبوا مباراه فهاجموهم بعد المباراه. فطبعا احنا اللي شايفينه ان شاء الله في مصلحه النادي المصري هنعمله. ربنا يبارك فيك. بالنسبه لموضوع الملعب، هو فعلا لغايه دلوقتي بتجلسك لغايه دلوقتي لسه الموافقه الامنيه لم تصل. الموافقه الامنيه بالنسبه لاستاد بورسعيد وملعب برج العرب ابلغ الكابتن ابراهيم رسميا انه دخل الصيانه. لا، هو الكابتن ابراهيم طبعا هي في خطاب جامع الامانه العامه ان في صيانه في الملعب. وبعدين كل اللي بنسمعه عبد الناصر بيه ان احنا مجلس النواب وافق. دي حقيقة. أمن وافق، مفيش حاجة رسمية. مفيش جوابات جت. مفيش جوابات رسمية جت لنا. فطبعا يا ريت يعني التصريحات اللي بتطلع إن أمن وافق وما وافقش والحاجات دي كلها. أشكرك. يعني مستنى لما تيجي الحاجات الرسمية. صح. عشان بتاع المشاكل دي. متفق معاك تماما. هو كلام الحاج عامر مظبوط، والحاج عامر كان انسمعه أنا برضك في راديو في الشباب والرياضة، وكان بيقول إن لسه مفيش جوابات وصلته. هو بيتعامل مع الخطابات. لكن في المقابل كان في النائب محمود حسين اللي هو في مجلس الشعب عن بورسعيد. مجلس النواب عن بورسعيد. قال إن المجلس وافق بس لسه مفيش، لازم الأمانة العامة لمجلس النواب تبعت لاتحاد الكورة. لسه الحاج عامر ما وصلوش حاجة رسمية. يعني الحاج عامر يعني إن شاء الله بإذن الله ستؤجل مباراة. جميع الأحوال إن شاء الله هنعمل اللي فيه مصلحة النادي المصري، لأن هو اللي بيمثل مصر الحقيقة. ربنا يكرمك. ومعنى إن هو مشتت لغاية دلوقتي، مش عارف هيروح يلعب في أنه ملعب، فده برضه بيعمل توتر بالنسبة. طبعا أنا فاهم للأندية برنامج تدريبي والحاجات دي. السفر كمان يا كابتن. إذا رأيت المؤشرات العامة كلها في مصلحة النادي المصري، اللي فيه مصلحة النادي المصري هنعمله إن شاء الله. ولكن برضه يعني وأنتم كلكم نجوم كبار، وكابتن إبراهيم موجود زي الحقيقة من النادي الأهلي كان تعاون معايا وكان هيلعب مباراة الداخلية من غير اللعيبة الدوليين، لولا ان الكابتن هاني النهاردة هو اللي طلب مني ان انا الغي المباراة عشان خاطر المنتخب الاولمبي يلعب المباراتين بتوع الامارات وهو معاه لعيبة النادي الاهلي. رغم ان كان في اتفاق مع الدكتور علاء عبد العزيز المدير الاداري والدكتور كرم المشرف على المنتخب الاولمبي ان ما يستخدموش الاجندة بتاعت شهر 10 عشان انا محتاجها. رغم كده تم الاتفاق على مباراتين، وانا كنت مصمم ان مباراه الاهلي تتلعب بتاع الداخليه. المهندس هاني قال اذا انت ما بتساعد الانديه كلها اللي بتمثل مصر، ساعد المنتخبات، ساعد المنتخب الاولمبي. ده اللي خلاني، انما النادي الاهلي الحقيقه انا بشكره عن ان هو كان موافق يلعب المباراه في التاريخ. ان النادي يوافق نلعب من غير اللعيبه الدوليين، الدوري وفي الاجنده. والكابتن حسام متعاون النادي المصري. يبقى في تعاون مع الكابتن ابراهيم انه برده لو تأجلت المباراة ديت في زنقة هتبقى في المؤجلات عشان لما نيجي وقتها يعني الكابتن ابراهيم برضه يستحملني زي ما احنا بنريح النادي المصري ان هو يستحملني برضه في الزنقة اللي جاية، تكون اللعيبة خفت ان شاء الله واللعيبة تعافت ويبقى يقدر يلعب. كلام جميل. مضغوطة ويكون راجع بورسعيد تاني ان شاء الله بمبارياته وتبقى الامور مستقرة بالنسبة له.